متابعين حساب كوكب التنس، اليوم عندنا موضوع جدلي أنا ويا كابتن أحمد بخصوص اللاعبين اللي يسددون الكرة بكل قوتهم على أجسام اللاعبين الخصوم، نفس اللي صار في بطولة ويمبلدون 2019 لما لعب نيك كيريوس الكرة بكل قوته إلى جسم نادال ونادال كان واقف على الشبك. سمعنا رأيك. سوري كابتن محمد، أنا مع الحراق نيك كيريوس 100%. حبيبي إحنا قاعدين نلعب على مستوى احترافي مو مستوى هواء. نعم في مستوى الهواء لا تلعب هاللعبة، لكن في المستوى الاحترافي إيفان ليند اللاعب عظيم، وكان أي أحد ينزل على الشبك يعطيه في صدره في رسالة تحذيرية إنك إذا بتنزل على الشبك خليك قدها ولا بلاش. معناته هذه دعوة إن نقلب ملعب التنس إلى حلبة UFC وتبدأ صراعات ونعزل الروح الرياضية عن الموضوع. حبيبي سويت شيء أنا ضد قانون اللعبة؟ وانتو سمعونا رأيكم بهذا الموضوع.